أهلا وسهلا فيكم طلاب الأول ثانوي. اليوم راح نكمل موضوع تركيز المحاليل اللي بدأنا فيه في الحصص السابقة. طبعا احنا كنا حكينا انه للتعبير عن تركيز المحلول في 3 طرق، اللي هم النسبة المئوية الكتلية والمولارية والمولالية. حكينا انه النسبة المئوية الكتلية هي عبارة عن طريقة بتعبر لي عن النسبة المئوية بين كتلة المذاب وكتلة المحلول ضرب 100%. بالنسبة للمولارية، قانونها كان عدد المولات للمادة المذابة على حجم المحلول باللتر. اليوم رح نتعرف على ثالث طريقة اللي هي المولالية. هلا التركيز المولالي او المولالية بدنا نحكي 3 ملاحظات. اول اشي، هي عبارة عن طريقة بتعبر لي على عن التركيز المحلول. ثاني اشي، هاي الطريقة بتعبر عن التركيز بدلالة كمية المذاب بالنسبة للمذيب. هلا بالطرق السابقة كنا نعبر عن كمية المذاب بالنسبة للمحلول، هون رح نعبر عن كمية المذاب بالنسبة للمذيب. هاي اول طريقة بتواجهنا انه احنا بنستخدم فيها كمية المذاب بالنسبة للمذيب. هلأ بالنسبة لهذه الطريقة، في قانونها رح نشوف انه هي بتستخدم عدد مولات المادة المذابة، فهي تعطي مؤشر عن قديش انا عندي كمية من عدد المولات للمادة المذابة. طيب هلأ اذا حبينا انه ناخد تطبيق على موضوع المولالية، رح نعطي سؤال. قبل ما نعطي السؤال بس نحكي عن القانون. القانون للتركيز المولالي بيحكي لي عدد مولات المادة المذابة على كتلة المذيب. هلأ عدد مولات المادة المذابة أنا بعرف أني بقيسها بوحدة المول، كتلة المذيب بوحدة الكيلوغرام بالإجبار، يعني إذا كانت كتلة المذيب بالجرام بحولها لكيلوغرام، والمولالية رح أقسم المولات على الكيلوغرام، فمول لكل كيلوغرام. طيب هلأ بدنا ناخد تطبيق او سؤال بيحكي لي احسب التركيز المولالي لمحلول يتكون من 258 جرام من فلوريد المغنيسيوم، اذيب في كمية معينة من الماء لتصبح كتلة المحلول 458 جرام. طبعا معطيني انه الكتلة المولية لفلوريد المغنيسيوم اللي راح احتاجها اكيد بالسؤال هي 43 جرام لكل مول. طيب هلا التركيز المولالي هو المطلوب، كتلة المذاب 258 جرام وكتلة المحلول 458 جرام. طيب هلا بالنسبة لقانون المولالية، هو عبارة عن عدد المولات على كتلة المذيب. طيب انا ما عندي المولالية هي المطلوب، ما عندي عدد المولات بشكل مباشر، فراح احكي انه عدد المولات هي عبارة عن الكتلة على الكتلة المولية. الكتلة 258 للمادة المذابة زي ما شفنا، كتلتها المولية 43، فبقسم 258 على 43 فبيعطيني 6 مول. طيب هلأ بالنسبة لكتلة المذيب اللي أنا بدي إياها بالقانون، أنا عندي كتلة المحلول اللي بنعرف من الحصة السابقة هي عبارة عن كتلة المذيب زائد كتلة المذاب، فكتلة المحلول هي 458 جرام تساوي كتلة المذيب اللي أنا بدي إياها زائد كتلة المذاب اللي هي 258 جرام، فرح تطلع كتلة المذيب 200 جرام. برجع على قانون المولالية، بعوض عدد المولات اللي هي 6 مول طلعت معاي على كتلة المذيب 200 كيلوغرام، فرح تطلع معاي المولالية 3% مول لكل كيلو جرام، وهيك أوجدت المولالية. طيب هلأ سؤال تاني بيحكي لي حضر محلول بإذابة 5 مول، معطيني عدد المولات من ملح الطعام في الماء ليصبح حجم الماء 30 لتر. إذا علمت أن كثافة الماء 1 جرام لكل لتر، احسب التركيز المولالي لهذا المحلول. هلا نفرغ معلومات السؤال. عدد المولات للمذاب عبارة عن 5 مول، حجم المذيب هون معطيني 30 لتر، معطيني حجم المذيب مش حجم المحلول، ومعطيني كثافة الماء أو كثافة المذيب 1 كيلو جرام لكل لتر. طيب المولالية هي المطلوب، وأنا بعرف إنه قانون المولالية عدد المولات على كتلة المذيب. طبعا عدد المولات عندي إياها 5 مول، كتلة المذيب مش عندي فبدي أضطر إني أطلعها. طيب هلا احنا بنعرف انه الكثافة هي عبارة عن الكتلة على الحجم. الكثافة عندنا للماء 1، كتلته انا بدي اياها، والحجم 30 لتر، فرح احكي انه كتلة المذيب عبارة عن 30 كيلوغرام. طبعا بالضرب التبادل بتطلع معي كتلة المذيب 30 كيلوغرام. هلا انا جاهز اني اعوض عند المولالية 5 مولات اللي عندي اياها بالسؤال على 30 كيلوغرام اللي طلعت معي، فرح تطلع المولالية
ورح تطلع معي المولالية 0.16 أو 16% مول لكل كيلو جرام. طيب هلأ عندنا هون سؤال واجب، سؤال صفحة 137 في الكتاب، بتمنى أنكم تحلوه وتبعتولي الحل.